مسولف مسولف. يلا يبا يلا بارك الله فيكم، يلا شدوا حيلكم. الله يكفينا الشر. الحين وتاليتي وياك انت، احنا ما بنخلص، احنا كل يوم في مشكله وياك، يوم على ساقي ويوم على ما ادري شنو. انت ايش تبي؟ انت ايش تبي؟ يا ابو عيسى انا رجال كف خيريه وشريه. الحشايش فينا خاليه ماتت من قل الماي. وهالادمي ذا مو براضي يعطيني دوريه. ايش يعطيك؟ ايش يعطيك؟ ايش يعطيك؟ ايش قلت؟ يعطيني دوريه من خل من خلقه الدنيا، رده لي ورده لكم. دورك ما دورك؟ تحكي عادل، تحكي عادل. انت شربين عندك؟ شربين بتعدم نخل؟ طالع نخلي طالع حولك، طالع شكبره. شو تحط راسك براسي انت؟ قلت له بس ما يسمع الحكي. انت في راسك؟ في راسك دهوت؟ خلك كبر طال عمرك يوم انك خدت القطع اللي دار مدارك كلها. وبعدين هذا يسقي من الجهتين، يسقي معاي ويسقي من العين الشماليه، وزايد عليكم. يبيع بيع عن خالك. احنا اللي لقيتهم دايرين خيل، اللي انا اخذتهم بايجهم، انا مخطر عن خيل. انا محشوم محشوم يا يعني. ما ادري عنك. يبا انا شاريهم بحر مالي ذا ليه؟ معطيهم فلوس الناس اللي هناك وكلهم راضين ومستانسين بعد، وفوق ذا مخليهم يشتغلون كل واحد من خلا معزز مكرم. انت اللي مو براضي تبيع، بع بع حالك حال غيرك. بع بع يا ابن الناس بع. انت اللي مو راضي تبيع، انت اللي واقف لي مثل عظم سمكه، لا انا قادر ابلعك ولا قادر ابلفك. اسمع هذا الحكي اللي يجمد على الشارع، من اليوم انا اسقي ثلاث ردات، عجبك عجبك، ما عجبك راح تتوكل. خلاص رويشد 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 سويده سويده هناك. يلا اقول اسمع اسمع، هذا اقول لك الحكي من رد. ايش قلت؟ ها شاهد رمضان معانا.